يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم، تعلمون جميعاً أننا في أواخر سنة هجرية، ونحن إن شاء الله تعالى مقبلون على سنة هجرية جديدة. وعندما نتكلم عن السنة الهجرية، هذا يذكرنا بهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. تعلمون جميعاً أن بداية الوحي كان نزولاً على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة، ولكن بشكل محصور ومحدود. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله عز وجل سراً 3 سنوات، ثم بعد ذلك أمره رب العزة أن يجهر بالدعوة كما في قوله تعالى في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه يعلم أنه سيواجه الشدائد والمصاعب، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى أمره الشخصي الفردي، بل نظر إلى الأمر الإلهي، فدعا إلى الله سبحانه وتعالى وجهر بالدعوة وواجه بالفعل الشدائد والمصاعب والمكائد من أهل قريش، فاتهموه بالسحر والكهانة والشعوذة، وقذفوه بالنجاسة بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. لكن هيهات هيهات، هاد في سبيل الدعوة إلى الله. فعندما أيس أهل قريش بالضغط المادي الحسي على النبي صلى الله عليه وسلم، التجأوا بالضغط النفسي المعنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضوا عليه المال والجاه والسلطان. قالوا له: يا محمد، إن كنت تريد المال جعلناك أكثرنا مالا، وإن كنت تريد الجاه جعلناك أكثرنا جاها، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا. فقال صلى الله عليه وسلم قولته المعروفة الذي كتبت بمداد من الذهب: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. فثبت النبي على الموقف، على العهد الذي بينه وبين الله. وهذه رسالة لك أنت أخي المسلم،
أنت أيها الموظف في مؤسسات الدولة، أنت أيها الأمين الصادق الذي تؤدي العمل على أكمل الوجه، إذا عرضت عليك ملذات الدنيا فأعرض عنها، إذا عرضت عليك الرشوة، إذا عرضت عليك المناصب، إذا عرض عليك الجاه، في سبيل أن تتنازل عن المبدأ وأن تتخلى عن أوامر الله عز وجل، إياك أخي المسلم، فلك إسوة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت النبي على الموقف، وعندما خططوا لقتله والخلاص منه صلى الله عليه وسلم قرر الذهاب إلى الطائف، مظنة منه صلى الله عليه وسلم أن يجد آذاناً صاغية وقلوباً واعية، ولكن هيهات، سلطوا عليه السفهاء والمارقين وقذفوه بالحجارة حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ييأس صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى هدفه، نعم يغير الطرق والأساليب لكنه لا يتوقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد الأرض الخصبة في مكة وفي الطائف، ولكن هل وقف؟ هل تعذر؟ أبداً، بل قرر الذهاب والهجرة إلى يثرب، غير الأرض، غير المناخ، وأراد أن يبحث على أرض خصبة لكي يجد آذاناً صاغية وقلوباً واعية، فهاجر إلى يثرب. ويثرب هذه هي المدينة المنورة الآن. فالنبي عندما هاجر إليها وعندما دخلها، أول شيء قام به هو تغيير اسم هذه المدينة، كانت تسمى يثرب. ويثرب هو اسم فيه نوع من التشاؤم ونوع من الكآبة، لأن يثرب مشتق من التثريب واللوم، وديننا دين التفاؤل، دين المحبة، دين السلام، ونبينا كان يحب الفأل في كل شيء، فغير اسم هذه المدينة من يثرب إلى المدينة. وهنا وقفة إلى مدينة، نسبة إلى المدنية، إلى التحضر، إلى الثقافة، إلى الرقي. وزاد بعد ذلك الصحابة لفظ المنورة، المدينة المنورة، لأنها تنورت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. والمدينة المنورة كان أناسها مجموعة، خليط بين اليهود وأهل الكتاب وعبدة الأوثان، وكانت فيها مجموعة من القبائل، ومن أبرز هذه القبائل الأوس والخزرج، وهاتان القبيلتان كان الموت والقتل والسفك وسفك الدماء والكره والبغضاء لا ينقطع بينهم. ولكن عندما جاء الرحمة المهداة، عندما جاء البشير النذير، آخى بينهم وألف بين قلوبهم، لأن الهدف كان واحد، هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا قال رب العزة في القرآن وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالذين هاجروا مع وبعد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سموا بالمهاجرين، لأنهم هاجروا، تركوا أوطانهم، تركوا أموالهم، تركوا مساكنهم وأولادهم وكل ما يملكون في سبيل نصرة الله ورسوله، فسموا بالمهاجرين. والذين كانوا من أهل المدينة وآمنوا وأسلموا بالدين الإسلام وصدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم سموا بالأنصار، لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، واستضافوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فصار المهاجرون والأنصار مجتمعاً واحداً، فكل واحد من الأنصار أخذ واحداً من المهاجرين، وصاروا إخوة، تقاسموا المال والمسكن
والعتاد والدواب، فالنبي آخى بينهم، بل صاروا يتوارثون. إذا مات الواحد منهم وتوارثه الآخر، ثم نسخ هذا الأمر بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. انظروا إلى هذا الإخاء، انظروا إلى هذا التآلف، انظروا إلى هذه المحبة. وهذا ما نحتاجه في هذا الزمان، وبلادنا ليبيا مرت بهذه الظروف وما زلنا نمر بها. إخواننا الذين هجروا من المنطقة الشرقية وجاءوا إلى طرابلس، مدينة السلام، مدينة المحبة، وجدوا هذا الشعور الطيب. والله شخصاً أثق به اعترف لي شخصياً، قال: عندما قدمنا من المنطقة الشرقية وجئنا إلى طرابلس، جئنا وقلوبنا مملوءة بالكآبة والحزن، ظننا ألا نرتاح، ألا نجد السكينة في هذه البلدة الطيبة، ولكن بالعكس، والله لم نشعر بأننا غرباء، لم نشعر بأننا يعني جئنا ببلاد من منطقة إلى منطقة، بل تعايشنا وذبنا في هذا المجتمع المدني المحب. قلت له: هذا ليس غريب، طرابلس مدينة الثقافة، مدينة السلام، مدينة الرقي، أهلها أهل سلام وأهل محبة، هذا ليس غريب. فتجسد هذا الشعور الطيب فيما بيننا، ورب العزة مدح هذا الخلق الطيب، التعايش بين المهاجرين والأنصار، في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآية خاصة بالمهاجرين. أين ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ سبحان الله، من ألف بين بلال الحبشي وصهيب الرومي، من ألف بين علي القريشي وسلمان الفارسي، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. هذا وأقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله حمداً يليق بعظمته وجلال سلطانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الفضلاء، هناك مجموعة من الرسائل والتنبيهات أود أن أوصلها إلى حضراتكم. عندما نتكلم عن السنة الهجرية نتكلم عن التاريخ الهجري، نتكلم عن هويتنا، عن تاريخنا، عن إسلامنا. وسامحوني بدون مؤاخدة، تو لو نسأل واحد من الشباب اللي جالسين أمامي نقول له سمي لي الشهور العربية، ما يسميهاش، ما يعرفش، ما يحفظهاش، يحفظ مايو وفبراير ويناير الكلام هداي، لكن تاريخنا وثقافتنا سبحان الله تغافلنا عنها.
فأنا هل على هذا المنبر أذكر بهذه الشعور العربية لعلها تجد آذانا صاغية. فشهر الله المحرم هو أول الشهور، ثم سفر، جمادي للأولى، جمادي للآخر، ربيع للأول، ربيع للآخر أو الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة. هذه هي الشهور المعتبرة في ديننا. إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. أسأل من قبل كثير من الناس في عدة الطلاق، في عدة الوفاء، في حول الزكاة، في العام، الكل والأغلب يحسبون هذه الأمور بالشهور الإفرنجية، هذا لا يجوز شرعا. يسألونك عن الأهلة، الهلال، بداية الشهر ونهاية الشهر، قل هي مواقيت للناس والحج. عليك أخي المسلم أن تضبط هذه الأمور بالشهور العربية. ولك أيتها الأخت الفاضلة في عدة الطلاق، في عدة الوفاء، في أي تاريخ نؤرخ به، لابد أن نهتم بالشهور العربية. ثانياً، رب سائل يسأل ويقول: من أين لنا هذا التحديد وهذا التأريخ؟ هل له أصل في ديننا؟ نقول نعم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك تحديد، ولا في عهد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجد اليهود وأهل الكتاب يؤقتون ولهم بداية ونهاية، فقال: لماذا لا نجعل للأمة الإسلامية وللمسلمين تاريخا يحددون به ويؤرخون به؟ فجمع الصحابة وتشاوروا فيما بينهم وقال لهم: نريد أن نحدد تاريخا، فما رأيكم؟ قام البعض قالوا: نؤرخ بنزول القرآن، أي بنزول الوحي أول مرة. وقال بعضهم: نؤرخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستساغ سيدنا عمر رضي الله عنه أن نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: يا عمر، لماذا استحسنت هذا الرأي دون باقي الآراء الأخرى؟ قال: أجيبكم، نؤرخ بالهجرة النبوية لأن الهجرة هي الفارق والفاصل بين الحق والباطل. فعندما هاجر النبي من مكة إلى المدينة، هنا صار بداية الدولة الإسلامية، هنا صار بداية المجتمع الإسلامي. قالوا له: نعم، بأي الشهور نبدأ؟ قال: نبدأ بشهر الله المحرم. لماذا دون باقي الشهور؟ قال: شهر الله المحرم هو من الأشهر الحرم، هذا أولا. ثانيا، شهر الله المحرم يلي شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة فيه أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. فصارت السنة الهجرية تبتدئ بشهر الله المحرم. أرجوك أيها الأب، أرجوك أيها المعلم، أرجوك أنت يا مدير المؤسسة، أن تحيوا تاريخنا، هويتنا، إسلامنا في الناشئة. أرخوا بدل من يوليو كذا، أرخ بشهر الله المحرم، بشهر شعبان، بشهر رمضان. نريد أن نرتبط بأصولنا وهويتنا وإسلامنا وثقافتنا. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها. اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح
ذات بيننا واحقن دماءنا مولانا رب العالمين. اللهم من أراد لبلادنا خيرا فوفقه إليه، ومن أراد غير ذلك فاجعل دائرة السوء تسوء عليه. اللهم يا رب ألف بين قلوبنا يا رب، واجمع كلمتنا يا الله. اللهم الطف بالبلاد والعباد، اللهم الطف بالبلاد والعباد، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغباء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء يا رب العالمين، والربا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.